ما شاء الله دي اختها، هي طلعه اكبر يعني، جت ايه، جت بالصبر برضو ما شاء الله، سمكة عادلة الله اكبر يعني كده، حتتين على البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى ناس في الدنيا، مساءكم فل، وحشتوني والله العظيم، ربنا يعلم بمعزتكم عندي كلكم والله، وعشان كده انا موجود في وسطكم. بص، في مفاجأة كده لما تلاقي مكان محدش راضي يقرب منه، سبحان الله انت تتجرأ كده وتقول ان شاء الله ليك رزق، وسبحان الله مكان يعني شكله عشوائي مش ظريف، وتتفاجئ ان انت ربنا جعل لك فيه رزق وجعل لك فيه خير، ان انت ربنا يكرمك منه كرم كبير باذن الله ومشيته. فده فيديو النهاردة يا جماعة. انا طبعا كنت ماشي في صرف مزارع في البحيرة قريب من ايدكم، وربنا اراد ان ايه، ان نقعد في المكان ده وكان ليه رزق. هنوصف لكم العدة اللي انا هنشتغل بيها النهاردة على البركة. انا خدت كام سمكة خشنة، يعني هم مش كبير، السمكة اللي بالحجم ده حوالي 5 سمكات، ولكن خدت سمك يعني. نقول مع بعض العدة ان شاء الله. انا هنجرب النهاردة في صرف المزارع الصيد بعود 3 متر، هنشتغل بخيط اساسي 35، رمال 25، صنار 2 وصنار 1. الغلة اللي هنعلف بيها هتكون غلة ناشفة شوية، يعني مبلولة مثلا في الحر كده 5 6 ساعات، ومعايا غلة وسط، ومعايا غلة طرية، ومعايا علقة. في معلومة بس اللي هي عايز نضيفها بس في الفيديو ده كله، ان يا جماعة ما تفكروش ان صيد صرف المزارع صيد سهل. هو صحيح في سمك كبير، ما ينفعش تقعد ساكت كده، لازم تشغل دورة تعمل فيه كل الحيل. عايز تعمل عجينة مثلا بدقيق وردة وعلق وتزفر بيها، اوكي، المهم ان انت تتشقلب في الدور لحد ما تجيب السمك. ان شاء الله احنا هنعمل لكم فيديو حلو، متنسوش تتابعونا، ومتنسوش لو اول مرة تشوفونا اشترك عندنا في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك. خليكم معانا يا جماعة. هنا مفيش حاجة اسمها نرش الغلة مرة واحدة، انت طول ما انت قاعد بترش غلة في الدور، طول ما انت قاعد تركز طبعا، تكتر على المراية كل شوية، ايه، شوية غلة زي دول وشوية زي دول برضو، ايه، في القلبية كده من الغلة الناشفة. بعد ما ترمي غلة ناشفة ادي لها برضو ايه كام حباية طرية، بحيث ان هي تاكل لما تقرب من السنار بتاعك، تاخده وتايه وتروح. انا النهاردة شغال كله على النقرة، ما خدتش ولا سحبة صريحة، والسمك اللي دخل على النقرة سمك كبير بجد، ايه والله، فالله كده. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب يا كريم. السمكة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده لسه طالعة من البخ، انا ما كنتش متعافي عليها خالص والله، يعني كنت بقدر الامكان كنت بنحاول نسايسها، بس هي برضو شلحت. ان شاء الله سمكة كبيرة، يلا مقطوع منها النصيب. طبعا ضيعنا سمكة زي دي مش من نصيبنا، لازم ايه بعد منها كده نيجي ايه كلكعين شوية غلة ومظبطين. المشكلة ان حتى وهي لما انضربت ما غمزتش، ما كانتش غمزه، ان انها مشفشفه طالعه ملطوشه. السمك موجود بس مش عارف، مش مقبل ليه على الصنار، بالرغم ان هو في قلب الدور. شويه العلف برضو زي ما شفتم كده، كل دي حاجات لازم تاخد بالكم منها وانتوا بتصطادوا في صرف المزارع يا جماعه، او في اي ميه حره. هو ده صيد الغله عامه، يعني من اصعب الحاجات اللي هتقابلك في صيد المزارع
ان يبقى السمك بالهبل في الدور وما بياكلش. دي بقى لنا، انا بقالي ساعة كل ضربة نضيع فيها سمكة، وسمكة كبيرة لسه ضرب الحلو ده اهو وطلع ملطوش. عشان بس يا جماعة ايه، انا عايز نأكد لكم ان صيد المزارع والله ما هو سهل. تنسوش بقى تعملوا لنا لايك. يا صباح الفل، صباح الورد على احلى ناس واحلى رجالة. صلاة النبي، اللهم صل على النبي. أول استفتاح حلو أهو. يا كريم يا رب. سواء نسلك السمكة كريمة شباب. طبعا انا بما اني في صرف مزارع فلازم نشرح لكم الدنيا ماشيه ازاي، زي ما تعودت معاكم دايما على ايه، على المصداقيه باذن الله. ما شاء الله قوت الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك يا رب يا كريم. البركة يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نتاية ده يا جماعة، دي بتبقى طعمها زي العسل. الله كريم. اللهم صل على النبي. انت ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله.